استغفر الله العظيم. خير يا ابوي؟ تهاني قالت لي انك عايزني. تعال ولدي اقعد. وفي موضوع عايز اشورك فيه. موضوع يا ابوي؟ خير. اقول جميله مرات الغريب عايزها تاجي تعيش وسطينا، ما قدرش اسيبها تعيش لحالها بعد امها ما ماتت. طب ما انا يا ابوي سبق وكلمتها في الموضوع ده وهي اللي رفضت، قالت لي انها مش عايزه تسيب دارها، وانا بيني وبينك احترمت رغبتها دي، قلت يعني مفوتها عايشه في الدار اللي ليها ذكريات حلوه وايام حلوه مع جوزها الله يرحمه. معلش يا ولدي، انا هشيئ لها فاطمه والدكتوره ندى يجيبوها، وان شاء الله مش هتمانع وهتيجي وياه. طب ما تاخذنيش يا ابوي، ما تاخذنيش، افرض يعني انها ما وافقتش. ان شاء الله هتوافق يا احمد، جميله لازم أن تعيش وسطينا. في ايه يا حاج عبد الجليل؟ شكلك كده زي ما تكون عايز تقول حاجه. ايوه، جابر كلمني على جميله، عاوز يتجوزها. طب وانت يا ابوي قلت له ايه؟ اقول له ايه يا احمد؟ قلت له لا، تخابر جابر واللي حصل منه زمان. معقول؟ معقول جابر لسه حاطط جميله في راسه بعد السنين دي كلها؟ اللي زي جابر لو تربز دماغه على حاجه ما بينساهاش. طيب تحب انا اكلمه يا حاج؟ لا، روح انت شوف حالك، انا اللي هقفله لو زودها. طيب يا ابوي بالاذن. اني اتفضل يا ولد. تعبانة عليا قوي يا رافت، من واحنا في مصر وهي مكتئبة ومتضايقة، والمشكلة الأكبر بقى إزاي هواجهها وأقول لها إن فجأة كده بعد كل السنين دي طلع لها أخ. مهلا، أنت لازم تتماسكي، مش لازم البنت تحس بأي حاجة، عاوزين المسألة تبان كما لو كانت جاية تقضي معانا يومين هنا في الأقصر. تتماسك إزاي بس؟ هو أنا قادرة أسيطر على أعصابي؟ نهلة أرجوكي، المسألة لغاية دلوقتي مجرد شكوك، لسه ما تأكدناش من أي حاجة، وبعدين جايز الولد اللي أنت متخيلة إنه ابنك ده يطلع ابن أحمد من مراته التانية. هحس اذا كان ابني ولا لا. طب اهدي يا حبيبتي اهدي. انجي احنا طالعين على الاوضه، هتيجي معانا؟ لا يا مامي هقعد هنا شويه. طبعا. يا سيف روق روق، امال واهدى وكل حاجه هترجع زي الاول واحسن كمان ان شاء الله، بس انت روق. انا مش عارف في ايه، المفروض المساله تكون ابسط من كده. يا لا يا سيدي، ده جواز مش اي كلام، اهدى بس انت وروق. انا راجع المكتب. طب وجوه طمني عليك. ها مساء الخير. مساء النور. ادهم الغريب فرونت اوفيس مانجر. اهلا وسهلا. هو في حد ضايق حضرتك هنا في الاوتيل ولا حاجه؟ لا ابدا مفيش، ده انا حتى لسه واصله بقالي 10 دقايق بس. طيب لو اني سالتك عن سبب الدموع اللي في عينيك دي ابقى راجل متطفل؟ لا مفيش، انا كنت بمر بظروف صعبه قوي الفتره اللي فاتت، حتى جيت الاقصر هنا عشان اغير جو. معقول حد يبقى جاي يغير جو ويبدا الرحله كده بالدموع؟ انت اول مره تزور الاقصر؟ في الحقيقه ايوه. معقول يبقى في بلد حلوه وجميله زي الاقصر وأول مرة تزوريها؟ أنت جاية هنا مع جروب؟ لا أنا جاية مع مامي وخالي. طيب تسمحي لي أعزمك أنت ومامي وخالو بكرة الصبح نروح نزور المعابد اللي في البر الشرقي؟ بس ما أعتقدش إنهم هيوافقوا.
طب وحضرتك؟ انا ما عنديش مانع. خلاص يبقى بكره الصبح الساعه 9 ان شاء الله هتلاقيني هنا في اللوبي استناكي. بس وقت انت هتكون صحيتي؟ هكون جاهزه ان شاء الله. يعني متهيألي شفت حضرتك قبل كده بس فين بقى انا مش فاكر خالص. يمكن شفتني في التلفزيون. هو حضرتك ممثله؟ لا انا مذيعه وعندي برنامج اسبوعي واسمي انجي شريف. يبقى شفتك في التلفزيون. على كل حال فرصه سعيده واسف مره تانية على تطفل بس ما كنتش اقدر اشوف الدموع في عينيك الحلوه دي وافضل ساكت. بالعكس الكلام مع حضرتك ريحني جدا. تحب تشربي اي حاجه؟ لا معلش مش هينفع انا هطلع بقى اغير هدومي ونتقابل بكره ان شاء الله عن اذنك. هستناك هنا. ها 9 الصبح وهتنسي. وهي دكتوره طمنينا. الضغط واطي جدا والنبض تقريبا مش مسموع. يعني ايه يا دكتوره؟ يعني لازم تتنقل المستشفى حالا. لا لا يا دكتوره ما عايزاش اخرج من داري واصل. اسمعي كلام الدكتوره يا جدتي. جدتي لو رحنا المستشفى هنقدر نساعدك اكتر. اسمعي حديث يا دكتوره اللي ربنا رايده هيكون سوا هنا سوا في المستشفى. احنا بس نعمل اللي علينا والباقي على ربنا ان شاء الله. قولي الجابر ما يتعبش روحه وان كنتوا بتعزوني صح خلوني هنا. انا عايز اخرج من هنا على عبد الوهاب. حد على يدك يا ما بلاش الحديده. خير يا بنتي. امي امي جرالها ايه؟ خير يا خالي ان شاء الله بس احنا لازم ننقلها المستشفى. انا هطلب عربيتي الاسعاف ويجيبوا معاها اكسجين. استر يا رب استر يا رب. ما تعملش في نفسك كده يا ابوي. جدتي بخير ان شاء الله. جابر يا ولد تعبتي نفسك وجيتي ليه يا ولد عمي؟ خص عليك يا ولدي دي عشرة عمر امك ما شفتش منها حاجة وحشة. دي حتى ما قدرتش تستنى عم الحاج واحمد عشان تاجي معاهم. صمم تاجي معايا. طلعيها فوق اسندي معاها يا بنت. حاضر يا ولد. العربية هتكون موجودة كمان نص ساعة ان شاء الله. بنت حلال يا حجة بدرية بنفس اشوفك. بعد الشر عنيك يا حجة ما انت زينة. تهاني. ايوه يما. خلي بالك خلي بالك من الحجة بدرية. احب على يدك يما بلاش الحديد ده. انت هتبقي زينة هتبقي زينة يما. قومي يما. جدت جدت رحبت انت ايجاب. حاضري حاجة. عربية الاسعاف جات يا عمدي. قول لهم يخشوا بالعربية قدام الباب اللي جواني عبال ما ننزلوا الحجة. حاضر. محروس يا ولدي. امر يا ابوي. اكلم جدك عبد الجليل وخليه ياجي على المستشفى لحد ما نجهزوا الحجة. حاضر يا ابوي. استر يا رب استر يا رب استر يا رب. ايه يا حاج ربي وقفت مالك يا حاج بلادي تعبانه قوي. يا ساتر يا رب يا ساتر. انا هشوف عربيتي اللي تعالي. حدي طمنيني يا بنتي. خير يا خالي عربية الإسعاف جت واقفة قدام الباب. طب أنا هجيب الأكسجين. استر معانا يا رب استر معانا. يا رب يا يا رب 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 ي
تسألنيش خابر ليه؟ انتوا عاوزين تعملوني مش خابر ليه؟ عاوزين تسيبوني لوحدي؟ آه لو تعرفي يا أم اللي محتاجة كتير. لكن خلاص ما عادش يجي منا، ما عادش يجي منا. هتتعود على الوحدة يا جابر. ايوه هتتعود على الوحدة. وانت خابرة انني بخاف من الوحدة. كنت لما ارمي نفسي بحضنيك ببقى مبسوط ومتدفي، ولما كنت ابص لعينيكي كنت اطمن اطمن. فتح عينيكي، فتح عينيكي. وحدوه. لا اله الا الله. جرى يا ابني؟ مالك؟ ما تعبتش من الوحده؟ بيني وبينك تعبت خلاص، بس اعمل ايه؟ يظهر ان انا خدت على كده. عندك حق يا ابني. طب بس اتكلم معايا، مع والدتك. اخرج. اخرج اروح فين بس يا ابويا؟ وبعدين الدنيا اتغيرت والشوارع بقت زحمه، وبيني وبينك بقيت اخاف من السواقه خلاص. اروح لمين؟ انا ما عنديش حد اروح له. زمايلي اللي كانوا معايا في الجامعه مش عايز اعرفهم تاني. طيب واللي عنده حل عشان يخلصك من حكاية الوحدة دي تعمل له ايه؟ هبوس ايدك الحقني بيه. هفكر اقول لك الحل هو ايه؟ انك تتجوز. اتجوز؟ مالك؟ اتخضيت كده ليه يا ابني؟ ومين دي بس يا ابويا اللي هترضى بيا؟ ترضى بواحد ما كملش تعليمه وقضى سنين كتير في السجن وقتل واحد ملوش ذنب ان هو يتقتل؟ يا ابني، يا ابني بالراحة على نفسك شوية، انت ما تشوف روحك كده. ياما ناس كتير غلطت ومرت بنفس المحنة اللي انت مريت بيها وقدروا يعلوا على المحنة دي ويتجوزوا ويعملوا أسر ويبقى ليهم أولاد. كل اللي احنا عايزين نفكر فيه دلوقتي انك انت تستقر، ولا انت مش عايز نبقى جد؟ والله انا نفسي افرحك وافرح امي بأي طريقة، بس يا ريت نأجل موضوع الجواز ده شوية. وبعدين ابويا انا مش عايز اتحط في موقف قبول او رفض يعني، او حد يقول عليا كلمة كده او كده. يا ابني يا حبيبي انا مقدر احساسك ده، وانا فكرت في الحكايه دي بقى بشكل ايه. شوف، قال لي واحد صاحبي من اوكرانيا عنده بنتين زي القمر، اللي تعجبك فيهم نخطبها لك. وعلى فكره الناس دول بيفكروا في المسائل دي بشكل تاني خالص غيرنا. والله يا فكره كويسه، بس انا شايف ان احنا ناجل الموضوع شويه. ما ينفعش يتاجل، ده انا لما قلت لوالدتك الاقتراح ده طارت من الفرح وكانت عايزه تيجي تتكلم معاك في الموضوع ده بنفسها، بس انا قلت لها لا، انا اللي اتكلم مع ابن حبيبي بنفسي في الموضوع ده. والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني. ناجل الموضوع ده شويه يا بابا، يعني اولا انا عايز اقدم في جامعه مفتوحه واكمل تعليمي، ثانيا بقى محضر لك خطه تطوير للشركه زي الفل، لو وافقت عليها نشوف موضوع الجواز ده بعدين. هنشوف كل حاجه بعدين زي ما حضرتك بتقول، بس مش عايزين دلوقتي الوقت يسرقنا، عايزين نخلص الموضوع ده بسرعه. وبعدين انا عايز افرح في امك، عايزه تبقى جده، هي فرحانه بنفسها قوي كده ليه؟ صباح الخير. صباح النور يا رأفت. يعني شايفك صاحية بدري قوي. ده أنا ما نمتش ثانية واحدة.
شوف يا نهلة، احنا اتفقنا انك لازم تهدي علشان نعرف نفكر انت هتعملي ايه. انا خلاص فكرت وقررت، انا هروح لاحمد النجع واعرف منه كل حاجة. تبقي بالشكل ده بتغلطي غلطة كبيرة قوي. يا سلام، امال عايزني اتجنن؟ ده انا لازم اروح له عشان هو الوحيد اللي عنده كل الاجوبة على اسئلتي. نهلة يا حبيبتي صدقيني احمد ما يعرفش اي حاجة. وانت مش عارفك بقى انه ما يعرفش حاجة. نهلة، احنا لما كنا في المستشفى والطفل مات انت ما كنتيش شايفة احمد حالته عاملة ازاي. احمد كانت حالته سيئة جدا وكان منهار. انت طبعا كنت في حالة مش ممكن تكوني مدركة فيها المشاعر احمد او احاسيسه، علشان كده مش معقول ابدا احمد يكون عارف ان ابنه هينخطف وساكت. يا سلام، يعني انت عايز تقنعني ان احمد ما كانش يعرف حاجة خالص؟ فعلا ما كانش يعرف. انا متأكد ان اللي عملوا الحكاية دي ناس تانيين خالص. ايا كانوا ناس التانيين، يعني بعد العمر والسنين دي كلها مش عارف انه عنده ابن عايش. بقولك ايه بقى، يا نقول كلام مظبوط يا ما نتكلمش خالص لو سمحت. في دي طبعا انت معاكي حق، لكن على اي حال اذا كنا قررنا ان احنا فعلا لازم نزور النجع لازم نهدى كويس قوي علشان نعرف نفكر هنقول ايه، ورد احمد المتوقع لما نقابله هيكون ايه علينا. اوكي، يعني انت شايف ايه الصح اللي تعمل دلوقتي؟ شوف يا نهلة، احنا هنروح نجع العزيزية. النجع ده جنب نجع المحمودية اللي عايش فيه احمد. العمدة بتاع نجع العزيزية ده انا اعرفه كويس، اكيد طبعا هيقول لنا معلومات عن احمد او عن ابنه، هو عايش ازاي، عايش فين، حاجات زي كده يعني. وبالطريقة دي نعفي نفسنا من الحرج في مقابلة احمد ونروح نشوف الولد على طول. سيدي وانا موافقة على اي حاجة، نروح اي حتة، نقابل اي حد، المهم انا عايزة ارتاح لاني بجد انا ممكن اتجنن. اللي قلت لحضرتك تسأل عن مين؟ احنا بنسأل عن احمد عبد الجليل، هو في نجع جنبكم هنا اسمه نجع المحمودية. حضرتك تعرفه؟ ومين في النجع كل ما يعرفوش؟ اصل عدم المؤاخذة عند مصنع علب، وهو اللي بيجيب لنا العلف اللي بنحتاجه، مش احنا وبس، لا ده وجه جدلي كله. عظيم، يعني حضرتك يا عمده تعرفه كويس؟ عز المعرفه، والده الحاج عبد الجليل راجل تقي ويعرف ربنا، ولده ما يتخيرش عنه. هو عنده اولاد؟ مال، عنده ولدين اتخرجوا وبيشتغلوا في لوكسور، ولد اسمه أدهم وبيشتغل في فندق كبير قوي، ولد السيف بيشتغل ضابط مباحث برضه في الأقصر، وبنت الدكتورة بتشتغل في مستشفى النجع. سمعت يا رفض؟ بيقول لك في ولدين في الأقصر. أيوة، أنا لحظة واحدة بس، لحظة واحدة. حضرة العمدة، حضرتك ما تعرفش مين في الولدين أكبر من التاني؟ لا ما خبرش، بس عدم المؤاخذة تسألوا عنا اللي وفي موضوع نسب ولا حاجة؟ تقريبا على بركة الله، دول ناس زنين قوي. اتفضلوا الشاي. ميرسي يا ادهم على اليوم الجميل ده. انا اللي ميرسي ليك ان انت وافقتي اساسا تاجي معايا.
وميرسي على كل الحاجات الحلوه دي. دي اجل حاجه ممكن اهديكي بيها. اتفضل. اوكي ميرسي. ايه هتعملي ايه؟ وراكي حاجه؟ لا ما وليش حاجه. خلاص يعني اخش اغير هدومي وبعدين اتجابل نشرب اي حاجه هنا. اوكي اوكي مستنيك. وانا مستنيكي جدا. مساء الخير. من فضلك مستر أد... ايه اهدي يا نهله من فضلك، احنا لسه ما اتفقناش هنعمل ايه. عايزه اسال عليك. انشئي. ازيك يا حبيبتي؟ مامي ازيك؟ عملت ايه النهارده؟ اسكت يا مامي. عملت حته جوله كانت تجنن. رحت متحف الاقصر ورحت كمان الشارع اللي فيه البازارات. كانت حته جوله يا مامي ناقصاكي. رحتي مع مين؟ رحت يا ستي. لحظه يا مامي، لحظه واحده. تعالى يا ادهم، عايزه اعرفك بمامي وخالي. خالو رأفت. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا مامي. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. يعني ادهم. ادهم يا مامي اللي خرجت معاه النهارده. اهلا اهلا يا مامي. استاذ ادهم انت من الاقصر؟ ايوه من الاقصر، بس من نجع قريب من الاقصر، اسمه نجع المحموديه. اه يعني بتروح وتيجي كل يوم من الاقصر للمحموديه؟ لا طبعا يا فندم، أنا قاعد في شقة صغيرة أنا وأخوي الرائد سيف عبد الجليل هنا في الأقصر. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة. أنا الأسعد يا فندم، أهلا بيك. تسمحوا لي تكونوا ضيوفي النهاردة على الغداء؟ لا معلش، بس إحنا راجعين من برة تعبانين، خليها مرة تانية. وهو كذلك. بعد إذنك. أهلا. يلا نطلع بقى عشان نستريح. مليانة قهر ودموع أني والعشقين دابوا ما تابوا دابوا. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ايه ده؟ بقينا نسمع ام كلثوم ونغنيها كمان، والحكايه قلبت جد. وجد الجد يا اخوي والله. عارف يا سيف، انا ساعات بفكر نخطف انجي واروح بيها لاقرب مأذون. مأذون حته واحده؟ وانا ايه اللي عطلني؟ ايوه بس الحكايه مش بالسهوله دي يا عم. انت هتخربتها ليه وتعجدها ليه؟ سيبك من الكلام ده كله. عارف يا سيف، انا حاسس بجد والله العظيم اني اول مره احب بجد واتحب بجد. انا بحب البيت انجي جامد. مين يا عم سيف؟ شوفها ده ابوي. طب شوف ردوا عليه، يكون عايزك في حاجه مهمه. الو. ايوه ابوي، كيفك وكيف اللي عندك؟ الحمد لله. ايه مال صوتك؟ متى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. البقيه في حياتك يا ابوي. لا هاجي ان شاء الله، هجيب ادهم وناجي. لا مش هنتأخر. طيب يا ابوي مع السلامة. مين اللي مات يا سيف؟ الحاجة بنادر. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عارف يا سيف، أنا كنت بفكر فيها النهاردة الصبح أنا وأنت نروح نزورها عشان نعمل الواجب. ما احنا برضه هنعمل الواجب. خش غير هدومك عشان نلحق العزم. لا إله إلا الله. صباح الخير. صباح النور. امال الاستاذ ادهم فين؟ لا اجازه النهارده. اجازه؟ خير في حاجه؟ لا ما اعرفش. طب متشكره قوي. في اي خدمه ممكن اقوم بيها؟ لا ميرسي شكرا. الو استاذ ادهم، انت فين؟
قصدي اصلي ما لقيتكش النهارده في الاوتيل. خير؟ في حاجه؟ لا، البقاء لله. امال هتيجي امتى؟ النهارده؟ تيجي بسلامه ان شاء الله. اوكي، باي باي، مع السلامه. بعدها لك يا تهاني، مش تشد حيلك كده. الله يرحمها، ربنا اختارها، يعني ده قضاء ربنا واحنا ملناش يد فيه، ولا ايه؟ بالك انت ايه؟ انا بقالي سنين طويلة ما جيتش ناحية الفرن هنا. طب خبرة يا تهاني، أنا نفسي في إيه؟ نفسي ترجع زي ما كنتي، صوتك مجلجل وضحكتك بترن جوا الدار. ما تشد حيلكم معاه. قولي لي صحيح، انت بتخبزي ايه؟ عيش ضراه ولا شمسي ولا بتاو ولا فطير ولا فايش؟ كل اللي انت عايزه يا اخويا موجود. ربنا يخليك ليا، بس حياتي عندك يا شيخ، حياتي عندك، بلاش الفايش، احسن الواحد معدته عامت. اكده اكده يا شيخ، امال ده زي ما بيقولوا ما حدش واخد منها حاجه. يا دي النور، يا دي النور، يا سيد دكتور، منورنا والله يا دكتور. اتفضل القهوه. شكرا يا مصطفى. الله يخليك يا رب. ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين، ما تحرمش منك يا رب ومن سؤالك عليهم يا رب. هتوقف ترغي؟ روح شوف. حاضر حاضر يا ست هانم، حاضر يا ست نواف. غاية مو مصطفى. يا سلام، ساعة ما نهلة سافرت وانا مش عارف اعمل لنفسي فنجان قهوة. ما هي مراتك دي ما بتفكرش غير في نفسها، خدت بنتها وسافرت مع اخوها تغير هوا وسايباك هنا بطولك. ليه بتقولي كده بس يا ماما؟ رأفت اصلا عنده شغل هناك، وبعدين نهلة اتحايلت عليا كتير قوي، بس انا اللي ما ينفعش ان انا اروح عشان العيادة، وانجي شبطت فيها. على فكرة يا شريف، مديحة بنت خالتك ناوية تيجي تقعد معايا هنا. وجوزها؟ مش اتطلقت؟ الله يجازي اللي كان السبب، هي ما كان لهاش الجوازة دي أبدا، لولاش يقست منك ولقت نفسها وحدانية بعد موت المرحومة أختي، قالت أهي جوازة والسلام. معلش يا ماما، كل شيء اسمه ونصيب. ما أنت لو كنت اتجوزتها كان زمانها قاعدة تحت رجليك بتخدمك، مش اللي سايباك قاعد لوحدك وبطولك. يا ماما الموضوع ده فات عليه سنين، أنت لسه فاكراه؟ بس كويس والله ان هي هتيجي تقعد معاك، هتسليكي. هتيجي من امتى؟ هي بتقول هتقفل شقتها من بكره وتجيب هدومها وتيجي. كويس كويس، متاخرت على العياده قوي، اقوم انا بقى اروح. مش عايزه مني اي حاجه؟ ما تحرمش منك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. طيب هكلمك في التليفون اطمن عليكي. ها، بالسلامه يا حبيبي. مع السلامه. سلام. السلام. ما كنتش اعرف ان مرات عمك عزيزه عليك قوي كده. اصل انت ما تعرفيش فكره الموت بالنسبه لي عامله ايه يا انجي. تخيل لما طفل صغير ابوه ينجتل قدامه وهو لسه صغير ومش قادر ينسى الذكرى دي طول عمره. فعلا حاجه طبعا ما تتنسيش طول العمر. مين الطفل ده يا ادهم؟ انا. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ بتكلم جد، وجد الجد كمان. ابويا انقتل وهو بيحمينا انا واخويا سيف من المطاريد، فالمطاريد قتلوه وخدوا كل اللي معاه، عشان كده مش قادر انسى الذكرى دي طول ما انا عايش. معقولة في ناس بالشكل ده؟ اصل انت ما تعرفيش الصعيد زين يا انجي. الصعيد ده عالم كبير، في ناس شايلة اطيب قلوب في العالم، وناس تانية ما عندهاش قلوب واصل، عشان كده لما حد عزيز عليها بيموت بيصحي جوايا الذكرى اللي انا مش قادر انساها دي. ايه يا انجي؟ انت بتعيطي ليه؟ هي اللي ماتت دي مرات عمك ولا مرات عم اني؟ فوتي قدامي نشرب حاجة من الكافتيريا في جهنم اللي احنا فيها دي، فوتي. Thank you.
اتأخرت ليه يا ست سامي؟ أنا مش قلت لك روح على دارك؟ إيه اللي شبك يعني؟ ما نقدرش نروح غير ما نطمن عليكي. حد شافك؟ لا. لو حد سألك علي قول إنك كنت معاي في حنة سعاد لحد ما خلصت. يعني نكذب؟ أمال عاوز تقول إنك سبتني؟ ما العمدة لو عرفها يقطع خبري. نحب على يدك ما تاخدنيش معاكي تاني، أنا عندي عيال والعمدة ما يرحمش. روح روح دلوك يا بدري، وزي ما قلت لك. حاضر يا ست سامي، حاضر. سامية لساكي معاودة؟ لا يما، ده انا معاودة من بدري وكنت قاعدة في المنظرة بسمع الراديو. جدتك ميتة ما بقلهاش كم يوم وانت قاعدة مدورة المدعوك ده؟ احمدي ربنا ان ابوكي نايم وما سمعش، كان جه كسر عظمك. اطلع ناني. انت يا سامية لساكي بالعباية ليه؟ اوعاك تكوني لساكي معاودة. لا يما، ده انا رجعه بقالي ساعتين، حتى اسالي بدري. تصبحي على خير. تصبحي على خير يما. مالك يا محفوظ؟ ابوي صحته ما بقتش زي الاول، كل يوم تنزل على اليوم اللي قبلي. غمه وتزول ان شاء الله، ربنا يتم بشفاه. الاعمار بيد الله، بس مش هي دي المشكله. امال فيها؟ بفكر لو ابوي مات فجاه كده ما تحصل مشكله. مشكله؟ مشكلتي لا سمح الله. اخواتي الرجاله وجواز اخواتي البنات هيتخانقوا على المزرعه وعلى الدار، عشان كده انا بفكر اجيب واحد من الشهر العقاري في الدار هنا وخلى ابوي يمضي لي على توكيل عام. ده كل اللي همك يا محفوظ؟ مش هتزعل على موت ابوك؟ لا ازعل، بس هنسى يعني، ما زي اي بني ادم بينسى بعديها على طول. بعدين الاعمار دي بيد الله، دي عارفاني انا راجل مؤمن ونعم بالله. ستر يا رب. يا راجل ده اللي حيموت ده يبقى ابوك. يعني هيكون أعز عليهم اللي ماتوا قبلي، ما كلها بتموتوا. بتصدق يا محفوظ؟ شوف بقالي كم سنة متجوزاك، كل يوم يفوت معاك في البيت ده ألاقي فيك حاجة أوحش من الأول. وما بتقوليليش عليها ليه أول بأول عشان أغيرها؟ ربنا يطول لنا في عمرك يا عمي يا رب، ويخيب رجاك يا محفوظ. ربنا آمين. بعدين معاك يا نوح، انت ما بتتعبيش؟ انت بتيجي هنا كل يوم تقريبا. كان بينزل البسين هنا. تصور يا طارق، بحس ان انا وانا هنا حاسه ان انا شايفاه، سامعه صوته، حتى الاطفال هما بيلعبوا حواليا، بحس ان انا حاسه بوليد. انسي بقى يا نوح، انسي، وليد مات. انسى؟ انسى ابني يا طارق؟ ده انا اتحرمت منه وهو عايش، واتحرمت منه وهو ميت. انت نسيت انه اتدفن في امريكا؟ لا عرفت اشوفه ولا عرفت اودعه. ربنا عاوز كده يا نوح، المفروض ان احنا ما نعترضش على ارادته. انا ما بعترضش، بس انت السبب، انت اللي قررت انه يروح يتعلم في امريكا، وحتى لما خلص تعليمه برضه قررت انه يفضل هناك. كلنا وافقنا يا نوح عشان لوحدي، انت كمان وافقتي، باباكي ومامتك، يعني كلكم وافقتوا. طارق احنا اتكلمنا في الكلام ده كتير، لو سمحت سيبني اقعد لوحدي، وانا لما اخلص هبقى اروح. يا نوح هنفضل لحد امتى كل واحد فينا عايش لوحده؟ يا حبيبتي انا خايف عليكي. طارق ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا يا حبيبتي، اتمني اي حاجه وانا هنفذها لك. انا عايزه اتبنى طفل، عايزه اتبنى طفل يا طارق، احس انه ابني، اديله السعاده اللي اتحرمت ان انا اديها لوليد الله يرحمه. ايه الكلام ده يا نوح؟ معقوله؟ وليه مش معقول يا طارق؟
أتبنى طفل، أحس إنه ابني، أعلمه، أربيه أحسن تربية، أدخله أحسن مدارس، أديله الحب والحنان اللي أنا اتحرمت منه مع وليد الله يرحمه، عامله زي ابني بالظبط. قلت إيه؟ أيوة نوح، بس الحكاية مش بالسهولة دي. طارق، ده الحل الوحيد اللي طلعني من الظروف اللي أنا عايشة فيها دي. صدقني دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني أحس بالسعادة مرة تانية. وأنا رحت فين يا نوح؟ طارق، أنا عايزة إن يكون ليا ابن. حس بيا يا طارق. حاضر يا نوح، بس اديني فرصة أفكر، بس علشان خاطر بقى. يلا بينا كده نروح بيتنا، البيت ملوش أي طعم من غيرك. مش عايزة أسيب المكان ده. لا هتقومي يا نوح. يا ستي أنا خايف عليكي من قعدتك لوحدك، ولو أنا ماليش أي معزة في قلبك يبقى علشان خاطر وليد الله يرحمه. يلا بينا بقى. طب يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محروسة ولدي، اقعد. كيفك يا ولدي؟ بخير يا ابوي، كيفك انت؟ عايشين والحمد لله. سألت عليك في الأرض وفي المزرعة، قالوا انك ما تدلت شيء من يوم وفاة جدتي الله يرحمها. ماليش نفسي يا ولدي، نفسي مسدودة، مش قادر أقابل حد ولا قادر كمان أطمن على الشغل. الناس ذنبها إيه يا أبوي؟ شغلنا ده فاتح بيوت ناس ياما، وأنت عمدة الناشئة ومصالح ناس ياما متعلقة بكلمة منك. أنا خابر كل اللي بتقول يا ولدي، بس مش قادر، صورتها ما بتفارقش خيالي وصوتها كمان في ودني بينادي علي وبصحى عليه كيف ما كنت وانا صغير. كنت احن واحدة في الدنيا، الله يرحمك يا امه. طيب بلاش عشان خاطري، عشان خاطرها هي، انزل تاني، ارجع جابر اللي كنا خبرينه، جابر اللي آخر واحد ينام في الناجع وأول واحد يصحى فيه، جابر بتاع زمان. والله كبرت، كبرت يا محروس يا ولدي، كبرت وأنا ما كنتش واخد بالي. غلبتني وقت، غلبتني. ماشي حديتك، يلا خليهم يجهزوا العربية وننزل نطمن على الشغل زي الأول. حاضر يا بوي. محروس ولدي، ولدي، ولدي. Thank you.
دموع دموع شوي